اتعلمت كتير من الصليب الاحمر. رح انا نحكي كنت مسعف عن هالموضوع كمان لهون واصلين واصلين لهون واصلين على الكشافه كمان بقى انا كنت مسعف في الصليب الاحمر باعتبرت انه يمكن هالاشخاص بين كل المؤسسات بلبنان الان جي او اذا بدك او الاعمال المجتمع المدني اكثر اشخاص وانا بدي احييهم هون معك حق كل التحيه للصليب الاحمر الصليب الاحمر لانه الشباب والصبايا يلي عمليا هن يشتغلوا تطوع ولكن بمستوى احتراف هو هيدي الشيء الحلو وكان شعارنا هلا اني غيروه يمكن ما بعرف ليه غيروه كان شعارنا كتير حلو ايام الحرب الى ما وراء الواجب صح لك هالجمله شو حلوه وانا بعده هيدا شعار شعاري وشعار بعرف كتير ناس اليوم شعارهم هيك الى ما وراء الواجب